السلام عليكم. احنا جماعة قيادة سيدي محمد الأحمر. احنا كنتحازوا الجماعة دوار بوحلة. احنا كنوجهوا هذا النداء لرئيس الحكومة. ورئيس الحكومة كنطالبوا بالمدرسة هذه دابا 3 سنين ولا 4 سنين. وهي حابسة. ولادنا خوتنا مكرفسين كنخلصوا لهم التروسبور باش كيمشيو يقراو ويجيو. وما عندنا لا التروسبور لا والو. احنا مقطعين. هي الحال وما عنديش وما بحاليش ودير ويشا وما قادراش باش نعيش باش لا باش نبقى المصروف. باش تخلصي الشهر 5000 شهر تعطي 10 كتهز تقريبا 60 70 واحد باش يمشيو يقراو. ورا هذا الشيء خص ضروري الاصلاحات. هذه المدرسه ديال 4 سنين وهي المدرسه حابسه. واش يمكن تبعوا مع الاولاد يقراو ولا نحبسوهم من المدرسه؟ واش هذا من حقنا كمواطنين في الصحه والتعليم ولا نحبسوا ما حتى شي مواطنين؟ لما كناش مواطنين هذا رئيس الحكومه وهاد الناس المسؤولين يشوفوا معنا في هذا الحل. هذا انا بنتي عندها 15 سنه كتقرا في الجامعه عادي يجي السيمانه تهرب لي عليها الترونسبور وكلها حتى ال 10 ديال الليل وهي دايره هي وخمسه البنات. عاد كرات الطوموبيل من هنا ومشي جبت بنتي. حنا شوفوا من حالنا الله يرحمكم الوالدين. رحنا ضايعين راه البنات اللي طالعين المدرسه ماشي الولاد. وحنا ضايعين بزاف وشي نهار بلادنا يتعرضوا لاغتصاب يتعرضوا شي حاجه خايبه. الولاد ضايعه كرسي عقب كتاب كيمشيو على الطوموبيل كيمشيو يجيو ما كيسلف في الطوموبيل خاوتي في الليل ولا واحد عاد ولا كامل كنا نمشيو نجيبوهم. حنا ضايعه في ولاد ما عندي لا بلاد لا واحد يخدم على الكتاب. راه حال عيني فينا ولكن كان هادشي هضر هادشي كامل من الرؤساسي. الرؤساء خاصهم ينظروا في الدراوش. راه كلشي باغي يقراو كلشي باغي راه الناس من مساكن محن الصافي تدي 45 60 ديال البشر. سيدنا راه ما قالش علينا. سيدنا ناظر فينا بزاف حال فينا البشر فوق الحساب. والرؤساء اللي ناعسين علينا الله يرحم الوالدين انتم الله يجازيكم بخير. انت انتم عندكم ولادكم حنا صعافة الله يجازيكم بخير. ولكن قعدت من المدرسه على حسب حاجه واحده. عندي 3 الوليدات انا خرجتهم بثلاثه. ترونسبور بعيد علينا كيمشي حتى للجمعة باش نخلص عليهم 90 درهم كل نهار. انا ما كنربحش 90 درهم كنربح 50 درهم في اليوم. كندير باش نقري 3 الوليدات وهي كتبكي امامكم كتبكي. خرجتهم من المدرسة بزاف عليا باش نقريهم هما 3 ب 90 درهم في اليوم وانا كنربح 50 درهم باش نصيفط للجمعة. كتخرج حتى للستة والستة كتجي فايشة المغرب فايشة الليل. ولما تخرج من الستة شكون يجيبها؟ واش كل نهار نكري طوموبيل ونمشي نجيبها؟ بزاف عليا هادشي لا يعقل. كون بصفتي كشاب كنتعامل لدوار بوحلة قيادة سيدي محمد الأحمر، أسيدي هذا ميساج كنوجهو للمسؤولين ديال الجامعة. هاد الناس راه معدين علينا بزاف. هاد الناس ما كيقوموش بالواجبات لا على مستوى الصحة لا على مستوى التعليم. كتجي تشوف الشباب كنجي نسول الدراري عندهم 17 عام 18 عام كتسول شنو كديرو؟ ما كيقراو ما خدامش شنو يديرو الدراري؟ واش يبقاو يدورو؟ راه بنادم لا ما لقى ما يدير كيمشي كيقلب على البليه. بنادم اللي ما لقى ما يدير راه كيمشي يقلب شي حاجة يديرها يتلف راسو. المهم باغي يعيط هو باش ينسى الواقع حيت الواقع مر. كتجي تسول على الشباب فين هما قدامهم في الاعداديه؟ علاش الاعداديه حيت ما مبنياش ما كيقراوش فيها كيقراو فيها دروس واحده اخرى دروس ديال التدخين دروس ديال التشمكير كتلقاهم كاملين كيمشيو لديك البلاصه. اما باش تقول التعليم راه ما كايناش. الناس بناوها جاو هزوا داكشي ديالهم مشاو بحالهم خلاو داكشي مطرع بجاب بنادم داو بدا كيريب. المهم هادشي اللي وصلنا ليه لحد الان. وبعدا انا كنطلب بعدا من الجهات المعنيه يشوفوا في جهتنا ويشوفوا من حالنا. راه هاد الناس معذبين بزاف. شكرا.